الراديو 90-90 هواها مصر. لسه مكملين معاكم في حال بلدنا وملف مهم جدا هو ملف ذوق الاحتياجات الخاصة. داخلين على عام 2018 بنشوف كل مؤسسات الدولة استعدت لعام 2018 اللي يكون عام ذوق الاحتياجات الخاصة. العام ده زي ما احنا قلنا هنبدأ بيه اللي كنا متأخرين فيه جدا، هو ازاي نقدر نهتم بذوق الاحتياجات الخاصة على كل المسارات. تحديدا وزارة التربية والتعليم بدأت الصراحة بدري شوية على الأرض وبدأت تشتغل على الملف ده من النواحي التعليمية. أستاذة إنجي مشهور مستشارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة شغالة على الملف ده، بدأت بالشغل الصح وبدأت بالإجراءات التشريعية أولا والقوانين تبدأ تفعلها وتشتغل على الأرض وتشوف القوانين دي ممكن تفيدنا لإيه، وبعدين دخلت بقى في ازاي تقدر تنمي الملف ده عندها. أنا عارف إن حضرتك بتتعاقدي كتير مع شركات، عايزة تروح لشركات كتير، عايزة تدعمي دور وزارة التربية والتعليم من خلال الـ NGOs أو من خلال المجتمع المدني أو القطاع الخاص، بتعملي حوالي شوية بروتوكولات كده برضو عشان تقدري تساعدي، ده إيه اللي بيحصل؟ بص حضرتك، احنا الأسبوع اللي فات وقعنا لأول مرة في مصر بروتوكول لمتعددي الإعاقة، فصول لمتعددي الإعاقة، وده مش ما كانش موجود في مصر عندنا خالص في التعليم، حاجة اسمها إن حد عنده يعني مزدوج الإعاقة إن هو يبقى مدمج في التعليم. تمام. فدي ده أول بروتوكول وده اتمضى. ده وقع مع مين؟ ده وقع مع جمعية اسمها النداء. تمام. وزي ما حضرتك ما بتقول ان احنا يعني انا شخصيا الخدمة المجتمعية دي هي بالنسبة لي هي الملجأ لتحقيق صحيح. احلام كتير قوي قوي للولاد ذوي الاحتياجات الخاصة. عندنا بروتوكول مع اليونيسف لتطوير وانشاء موديل، انشاء نموذج للدمج في 64 مدرسة على مستوى 7 محافظات. وانا برضو دايما لما بحاول ان احنا نعمل اي بروتوكولات ما عندي يعني ما بنحبش ان احنا نركز على القاهرة والجيزة، بنحاول ان احنا نجمع باقي المحافظات نمتد لكل محافظة. اذا 64 مدرسة دول مش في القاهرة والجيزة بس، 7 محافظات. عندنا بروتوكول لسه هيتوقع مع اللجنة البارالمبية، وعندنا بروتوكول هيتوقع مع المطرانية، ده لكتاب للسمعي للغة الإشارة، وعندنا ملفات كتير جدا احنا بقى بندعو فيها لكل المجتمع المدني. تعالوا احنا عندنا نموذج دلوقتي للدمج وتعالوا معانا. احنا عندنا نموذج للدمج وممكن ان احنا نعممه في كل مدارس مصر، وعندنا من الحاجات اللي بنشتغل عليها لسه هتظهر في النور ان شاء الله 2018 عندنا دوري رياضي لذوي الاحتياجات الخاصة مدارس وتصفيات ومنتخب ودورة عربية. ده دور مكتمل من الوزارة ولا بتعاون برضو مع احد الهيئات؟ لا، ده دور الوزارة عاملاه ان احنا يعني زي ما بننمي الطفل العادي من كل النواحي، انا بنمي الطفل التربية الخاصة عندي من كل النواحي، ثقافيا وفكريا ورياضيا، وفيهم فعلا يعني قدرات يعني نقدر فعلا نستغلها وفعلا ندمجه في المجتمع هيفرق معانا كتير. ده من ناحية. من ناحية تانية برضو احنا بننمي حتة الحرف والمهن، وهم عندهم قدرة جامدة جدا جدا على الأعمال الحرفية أو الحاجات المهنية. فعندنا ملف للتدريب والتشغيل، ومش بس كده، لا احنا عايزين نعمل المنتج بتاعهم منتج قابل للتسويق ويمكن تسويق عالميا كمان. يعني مش مجرد انا مش عايز اعمل معارض ويتحط فيهم ضيعهم وخلاص، لا انا عايز اعمل منتج محترم. يعني لما بنيجي ننمي بني آدم لازم ننمي بني آدم من كل النواحي، ولازم نسيب حد قادر ان هو يعتمد على نفسه، ولازم ان احنا نخلي كل أسرة فخورة بان عندهم ذوي احتياجات خاصة، ولازم نخلي المجتمع كله قادر يشوف قدراتهم، مش يركز على المشكلة اللي عندهم. وده مش هيجي غير بان احنا نطلع نبين ان ده عنده، ده متفوق في الرياضة، ده قادر يغني، ده قادر يلقي شعر، ده قادر يمثل، ده قادر ان هو يشتغل. عندنا بامبو، عندنا زخارف، عندنا حاجات كتير جدا ممكن ان هم يشتغلوا عليها ويطلعوا منتجات جميلة حقيقي. يعني طيب انا قدامي دقيقة، ما تيجي نسيب منصب مستشارة وزير التربية والتعليم ونتكلم مع إنجي مشهور في دقيقة، هتوجه رسالة ليهم والقطاع الخاص تطلب منه ايه للتعاون معاه عشان الملف ده فعلا يبقى ليه جدوى على الارض؟
انا بالنسبه للقطاع الخاص انا شايفه ان ده مشروع قومي صراحه. انا ما بتكلمش على نسبه قليله، انا بتكلم على نسبه كبيره. تمام. وبتكلم على ان في اراده سياسيه، الرئيس قايل لنا ان 2018 عامل اعاقه، ففي اراده سياسيه لتذليل كل المشاكل. فيلا بينا كده بقى ايد واحده نعمل الولاد ونعمل الاعاقه مشروع قومي، ان احنا نساعدهم في كل المجالات، احنا كوزاره وانا كانجي بمد ايدي لكل حد قادر ان هو يساعدنا بادوات بفلوس باي حاجه ممكن ان احنا نساعد بيهم الولاد. انا مش بنساعدهم تاني معلش تفضل عليهم، بنساعدهم لحقهم وبنساعدهم عشان نعمل حاجه لبلدنا، مش مجرد ان احنا بنساعد ام ولا اب، لا بساعد بلدي بيها. نورت الراديو 90 90، واضح ان لازم في حلقات بيننا تاني نفرد الملف ده اكتر والمجهود اللي بيتم من وزاره التربيه والتعليم على هذا الملف. استاذ انجي مشهور مساعد وزير التربيه والتعليم لشؤون ذوي الاحتياجات الخاصه، نورت الراديو 90 90.